فاكرين الصوت اللي أبهرنا كلنا يوم موكب المومياوات ده؟ الفنان عز الأسطول اللي بعد ما كان مصدر فخر والناس كلها كانت بتدور على اسمه علشان تهنيه على صوته، النهاردة الناس كلها بتدور على اسمه علشان يفهموا ايه موضوع الحلقة ده. أنا آية يونس، تابعوا بقى الفيديو عشان تعرفوا كل التفاصيل. الفنان المصري عز الأسطول أبو صوت جهوري اتعرض لانتقادات صعبة قوي خلال الكام ساعة اللي فاتوا بعد ما طلع على الشاشة لابس حلق قاعد يدافع عنه. مش دي المشكلة، المشكلة انه كان بيقول آيات قرآنية تأكد انه مش حرام. لما سألوا عز الأسطول في الحلقة انت بتتعامل ازاي مع انتقادات انك لابس حلق وكده، قال لهم انا مرجعيتي الوحيدة كتاب الله والسنة، وقام مديهم آية قرآنية عايمة جدا وطلعت هي دي مرجعيته. الآية القرآنية اللي استعان بيها عز الأسطول من سورة النحل بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى سخر البحر علشان ناكل منه ونستخرج منه حلية نلبسها. كمان بقى قال إن القرآن محددش الحلية دي تتلبس فين ولا مين اللي هيلبسها. الذي سخر البحر لكم لتأكله منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. لحدد إيه الحلية ولا بتتلبس فين ولا مين هيلبسها. ده انت يومك أسود يومك أسود. طبعا الكلام ده مش هيعدي كده وخلاص، هو انتوا فاكرين ايه؟ ده ما عداش كام ساعة وطلع محامي اسمه ايمن محفوظ وقدم انذار رسمي لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، بيقوله فيها انه تطاول على النص الديني وافتى بغير علم، فانت لازم تشطبه من النقابة يا استاذ مصطفى. طبعا عز قال يلحق نفسه قبل ما يلبس قضية ازدراء اديان، وده بعد ما تهاجم في كل حتة. طلع تاني عدل كلامه شوية في تصريحات لي، قال أنا ما كنتش بنصح الناس تلبس حلقان، يعني الحكاية كلها إنه كان بيدافع عن نفسه وعن موقفه وإن الكلام اللي قاله ده خرج منه بشكل عفوي، وعموما لو حد زعلان مني أنا بعتذر يا شباب، ما حصلش أي حاجة. وبعد ما كان عز نافش ريشه كده وبيقول اللي عاوز يعاركني يعاركني، بقى يقول إنه ما يقصدش إن لبس الحلق حلال وما قلتش حد يعمل زي ما انا ما بعمل. هو انتوا فاكرين ايه؟ عز الاسطول اللي من اصول مغربية بدل ما يبتدي قصته مع الجمهور على الهادي كده ويسوق لمشواره الفني بعد نجاحه في موكب المومياوات، دخل في حارة سد. وبدل ما الناس كانت بتدور على قصته علشان تعرف انه من اصول مغربية وعايش وبيشتغل في مصر بقاله فترة، دلوقتي ضيع كل حاجة وضيع بقى مجهوده كله في مجال الغناء الاوبرالي وموسيقى الراي والقصايد الصوفية. بس بعد التراجع عن التصريحات ده غالبا مش هيبعد عز الاسطول عن المشاكل، وطالما اعتذر يبقى الفنان مصطفى كامل شد ودانه شوية. ما هي اللقاءات التلفزيونية كده، يا تعمل نجوم يا تقفل بيوت، فخلي بالك يا فنان الا تفتي في الدين ولا حاجة. موضوع الفنانين اللي بقوا بيلبسوا حلقان اتنشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وبعد ما كانوا بيلبسوه في الحفلات بس بقى بيظهر في العلن عادي، ففي اللي ما بيعلقش ولا بيتكلم عنه، وفي اللي بيدور على أي حاجة تثير الجدل ويمسك فيها، وفي اللي بيطلع ويقول دي حرية شخصية ومحدش ليه دعوة زي فنانين كتار.